وضعت في العاصمة الأردنية عمان اللمسات التنفيذية الأولى في مسار تنفيذ برنامج استعداد العراق للتعامل مع صندوق المناخ الأخضر، وهو تشكيل هيئة أو لجنة السلطة الوطنية المسؤولة عن إقرار المشاريع المقدمة إلى هذا الصندوق، بغية الحصول على الدعم الدولي المالي والتقني لهذه المشاريع. اليوم حقيقة أعلنا تشكيل السلطة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، وهذه تضم كل الوزارات العراقية واللي نتشرف برئاستها. هذه السلطة وظيفتها الحقيقية إعداد مشاريع من قبل الوزارات العراقية كجهات حكومية، من قبل منظمات المجتمع المدني. لأول مرة يقحم القطاع الخاص في تقديم مشاريع تمول دوليا. مجال التمويل طبعا من قبل صندوق المناخ الأخضر هو مجال مفتوح ولا حدود إلى الفقر، فقط يجب أن يكون وفق المعايير الدولية الخاصة بإجراءات التخفيف. العراق يعتبر واحد من 5 دول أكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية، لذلك كوزارة بيئة عملنا أنه نستفاد من هذا التمويل حتى تكيف أوضاعنا تجاه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تأثيرها على المياه وشحتها، تأثيرها على الغطاء الزراعي، تأثيرها حتى التنوع البيولوجي، وأيضا تأثيرها ارتفاع درجات الحرارة وقلة التساقطات المطرية وغيرها. يتميز صندوق المناخ الأخضر بدعمه لمشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي للدول النامية، ويمول المشاريع الكبرى بأي عدد وكلفة ضمن ضوابط معينة لما يحظى به من دعم كبير. اليوم من خلال تنفيذ مشروع ممول من هذا الصندوق مع منظمة دولية، سوف يساعد أيضا هذا على بناء قدرات الكوادر العراقية فنيا أيضا، فهي فائدة مزدوجة مادية وفنية. المشروع وضمن خطة العمل سيعمل على تطوير آلية فعالة للتوعية ولإدماج المرأة في المشاريع كافة التي سيتم تقديمها كجزء من القضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة. ميسم سعدي للشرقية نيوز عمان.